يقول السائل: هل يرى الإنسان الملائكة حال احتضار الموت؟ نعم، يرى الملائكة، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، يرونهم في حالتين. الحالة الأولى عند الموت، فإذا حصل علامات الموت ومقدمات الموت تتبدى له الملائكة التي تريد أن تقبض روحه ويراهم. والحالة الثانية والعياذ بالله إذا جاء العذاب العام والهلاك العام للكفار، يرون الملائكة حين ذاك، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. والحالة الثالثة في يوم القيامة، يرون الملائكة يوم القيامة وفي الحشر المحشر